مساكم الله بالخير والعافيه. نلتقيكم اليوم بحلقه جديده واكل جديد وشغل جديد. اليوم راح نشتغل البوتيتو تشاب بشغلها وبكل تفاصيلها وبعجينتها وبالحشوه مالتها كلها. بس قبل هذا اليوم عندنا راح نشتغل على شنو؟ على المسابقه اليوم اللي راح تصير. ما راح نقول شنو هي ولكن وقت الاتصال راح تكون هي المسابقه، وراح نقول لكم شنو تجاوبونه بوقت محدد. اليوم عندي الهدايا المقدمه بالتاكيد ويانا مشاركه ياقوتة، الهدايا الفاخره اللي موجوده ويانا مشاركين بالدومنا اللي راح تكون بالتاكيد باسم الشخص الفائز. شنو اسمه راح نسوي بها؟ وبالتاكيد عندي رأفت ثويني للنسائيه، يعني الشغلات كلها النسائيه الموجوده بي، عبايات بالليرتين سمالي، يعني ما اعرف التفاصيل، ليرتين قال ليرتين ذهب موجوده بيها، وكذلك موجود عندنا العبايات بمختلف اشكالها. وبالتاكيد عندي بيت الخشبي اليوم دزلنا رفوف كلش حلوه راح تشوفوها. هاي الرفوف اللي موجوده عندي هاي، بس مو الغراض لا، بس الرفوف راح نعطيك فيها بالتاكيد هاي الموجودة عندي. وبالتأكيد ما ننسى اللي ويانا عندي اليوم اليوسف للتسوق الإلكتروني اللي قلنا عليهم دائما هم مشاركين يانا اليوم بأوفن وقلاية فوق، وبالتأكيد صانعة قهوة راح تكون وياه. وما ننسى كل الهدايا راح تكون هي برعاية البرنامج، وما ننسى رأفت ثويني اللي هدانا أكثر من عباية، هي هدايا راح تكون وكلها قيمة إن شاء الله وراح استفادون منها. والغرض منها هي مو قيمة الهدية دائما، غرض المشاركة دائما، وأنه نسوي لكم فتشي أنتوا قاعدين في البيت تجيكم عبايتين حلوات وتشوفوها أو ف أو أوفن أو دومنا أو الرفوف اللي شفتوها. باشر إن شاء الله عندي شركات جديدة هم راح يشاركوا ويانا وهم راح يدزونا لوحات كلش حلوة. فكرة المسابقة اللي راح نسويها راح نسألكم أسئلة، مثلاً أكلة أريد أكلات متعددة بدايتها هيك حرف، أوكي؟ ما راح نحدد الحروف، عمد لا تدوم من اسم حضروها، راح نعطيكم الحروف وقت البرنامج وبشغلها. وبالتأكيد خلنا نأخذ المقادير ونرجع نسوي البوتيتو تشاب. البوتيتو عندي 1 كيلوغرام والنشا نص كوب، ملح راح يكون عندي بقسم 500 جرام وفلفل اسود وزيت 1 كوب. هذا راح يكون انه نسوي بيه ايدنا، يعني شلون بدل المي اليوم راح نستخدم الزيت. وعندي زيت للقلي. احنا طبعا الحشوه اللي راح نسويها بس انا كتبت مقاديرها وان شاء الله راح تشوفوها، وكل اكيد يعرفها دائما للحشوه اللي نشتغلها. البوتيته ضروري جدا انه تكون حاره، من الضروري جدا جدا انه البوتيته تكون حاره مو بارده. البوتيته اذا بردت راح يكون من الصعب جدا انه نشتغل بيها، وراح تظل قويه عندنا ويظل عندنا حبايات موجوده المن للبوتيتا راح تظل شويه خشنه دائما وراح تزعجنا بالشغل. طبعا كلش حاره دائما، احنا قلت لكم ضروري دائما. ليش البوتيتا دائما نشوف بالاسواق انه نلاقي البوتيتا اللي هي الكبه حلب عفوا اللي هي من الرز نسويها دائما تصير نيه ومجمده تنباع، لكن نشوف البوتيتا شاب دائما تكون مقليه نصف قلي. الموضوع انه دخول النشا دائما، ليش بالكنتاكي وبالزنجر استخدمنا احنا دائما النشا بالمواد اللي نريدها تقرمش؟ لان يعني النشا دائما لما يلاقي الحراره يلزم يلم، اوكي؟ بس احنا بالرز ما نخلي النشا، نخلي بس شويه بوتيتا وياها خلينا ذيك المره، ولهذا دائما النشا لما يفوت بالتجميد يسبب لنا مشاكل، اوكي؟ تبدي انه شلون يصير عندنا، تبدي تحل عندنا وتسوي لي مشاكل وتنفل بالتقلاه، فضروري جدا انه تقلوها نص تقلاه على هاي المقادير. واكو ناس يسووها بماكينه الثرم وممكن باليد انه تهرسوها، يعني بآله اللي نهرس بيها دائما، وممكن بالعجانة للي عنده عجانة. شوف البوتيتا شلون مستوية، ضروري جدا أخليها تنشف من المي كل الزين
وما اخلي المي عندي هوايه لان المي راح يخليها تتفلش عندي. تعال وراها تعال يا عمي شيلني انه هاي تفلشت. والشيف قال لنا نعطيكم كل خطواتها وكل شغلها بحذافيره بالشكل الصحيح. هذه البوتيتا اللي عندنا راح نبدي نخليها بالعجانه، مجرد بس نكسرها بايدنا. شوفوا انه البخار ده يطلع منها، هي حاره. طبعا كل اللي حكينا عنهم كرعاة للهدايا هي بيجات موجودة وين؟ على الفيسبوك او الانستغرام. اذا كان رأفت ثويني، اذا كان موجود عندي ياقوته، اذا كان يوسف، اذا كان بيت الخشبي، دائما يقدمون الهدايا مشكورين. وبالتأكيد احنا بدورنا راح نقدمها لحضراتكم. بس انا اختارت هالمرة العبايات، ادري بيكم من هواة العبايات النساء دائما. عيني خلينا البوتيتا هنا، بعدها حاره. ملح، رشه ملح هنا عندنا، فلفل اسود شويه مو هوايه، ما اريده يضرب لون عندي على البوتيتا شاب. والنشا ضروري جدا انه ورا ما تسووها، يعني ورا ما تجون تخلطوها، اريد منكم شو تسوون؟ انه تتركوها فتره تبرد. خليها تخلط هسه اول شيء بالمضرب هذا، على مود اريدها شلون تنهرس. اول شيء القطع الكبار تنهرس اللي بيها. شوفوا البخار اللي دا يطلع منها موجود عندي، يعني هي حارة. إذا راح أضمن أنا 100% إنه هي إيش راح يصير بيها؟ راح تصير إنه مهروسة زين، بس تبرد شوية يكون من الصعب هرسها. تريدون سوها بماكينة الثرم اعتيادي. أنا سابقا بالمعامل كنا أما نضيف نشا أما نضيف الصمون البارد أو الصمون البايت أو يعني صار لي يوم أو يومين من الأفران نجيبه، يعني من الفرن نفسه التابع نفس الشركة، على مود شنو؟ هم من ناحية اقتصادية إنه هذا مدى ينذب، وثانيا انه يبدي يلزم لي الكبه. شوفوا شلون صارت عندي. شوفوا ملمسها شلون صارت، لكن هي ما دام حاره ما ماخذه قرارها لحد الان. ليش؟ بعدها حاره. بوتيتا بعدها فتكون بها طراوة أكثر. هسه بالمضرب الشبكي دعم الموضوع المي قلت لكم يسبب لنا مشاكل ويا البوتيتو تشاب. هنا اجي على الاطراف اللي صارت عندي، هنا انزلهم شويه. نص كوب نشا مو اكثر. ورا ما انتهينا منها عندي زيت هنا، طبعا خلي افتح اول شيء العجانه عمود ما يصير بيها زيت. تقريبا هي حتى تقدرون تحشوها للاطفال يحبون جبن الموزاريلا. طبعا اليوم انا لازم اسوي الباحة سوينا بالبيت بوتيتا تشاب، واليوم لازم اسويهم للاولاد بالبيت بوتيتا تشاب بس محشيه جبن موزاريلا ولحم. شوفوا شلون صارت. شوفوها صارت عجينه مشابهه للعجينه اللي نشتغل بيها كبه حلب، لكن محتاجه برد على مود تلزم هي. اوكي احنا محضرين، بالتاكيد محضرين عجينه وبارده وماخذ راحتها هنا.
لكن ايش نحتاج هنا؟ نحتاج دائما الزيت يعني مو بالمي، نشتغلها بالزيت. اي اوكي، هاي كاملة عندي صارت. خلي نجي ناخذ مقادير الحشوة الكبة، وراها نرجع نسوي الكبة. هاي المقادير، هاي المقادير اللي عندي، شوفوها انا اشتغلها بهالشكل هذا. هذا الطبق نحضره هنا، عافية. ونبدي هنا نخلي البقسم ما أخلي وياها بداخلها أنا، لا ألوثها بي على مود من أقليها، عافية، تكون طيبة. هذا الحشوة وهذا الزيت. خلي منا الملح والفلفل الأسود، زيت، نقيس عليها. شوف هنا نعجنها شوية، نبدي نفتحها، نفتحها بإيدنا بهالشكل هذا. دائما أنا أحب أستخدم للكبة شوية لحم دهين، يعني مش الحشوة مالتها، أستخدمها لحم دهين. شوية الزيت، الزيت راح يفيدني هنا بشغلتين. أول شيء إنه ما راح يكون مثل المي وتدي تشرب مي وتتفلش، بالإضافة إلى شنو؟ إنه الزيت راح يخليها هنا تاخذ بقسم بشكل صحيح. شوفوها راح تكون هنا الكبة، الكبة الحلوة اللي عندنا. نرجع هم زيت، عفوا، نعجنها بإيدنا زين، بعدين نكورها. ممكن هيك وممكن بالطريقة السابقة اللي سويناها لما قمنا نسويها اسطوانة، ونحفرها بأصبعنا ونخلي بيها. الشكل هذا دائما قلت لكم اول شيء نطلع الهواء، وراها نجي نسويها. شوفوها بالشكل الصحيح. دائما الزيت عندنا شويه، قلت لكم بالايد هم ما تلزق، راح يكون بديل المي، وهم البقسم هنا راح يكون بيها. عجنها زين، ممكن بهالطريقة هاي قلنا عليها الإصبع يكون بيه زيت، ونبدي نفتح بيها بهالشكل هذا. اعتيادي أي طريقة تريدوها سووها ممكن. أوكي، شنو رأيك ناخذ اتصالات؟ أي ناخذ اتصالات وإحنا بنسوي الكبة، عم نعطيكم أكبر وقت. أرقام هنا أسفل الشاشة موجودة، على مود نعطيكم وقت أكثر للمشاركة. الفكرة راح تكون راح نجمع الإجابات الصحيحة، ونجي يوم الخميس نسوي قرعة على 3 جوائز راح تقدمها الشركات اللي قلنا عليها. عندنا ياقوتة موجودة دائما للهدايا الفاخرة، اللي هو البيج موجود على الفيسبوك. كذلك عندي رأفة تثويني لكل الشغلات النسائية، الموجود بالمكانة هو على الفيسبوك وبالكاظمية من باب القبلة مقابل مرقد الشريف المرتضى. وبالتأكيد عندي اليوسف للتسوق الإلكتروني دائما اللي مقدم لي الهدايا، وعندي الرفوف المقدمة من بيت الخشبي، بالإضافة إلى شنو؟ إلى باقي شركات باكر يدزولي شغلهم ولوحاتهم الحلوة راح نعرضها هنا. أم حسين شلونك؟ عليكم. شلون صحتك؟ شلونك كيف أفضل؟ أخبارك؟ الحمد لله تمام. الله يرضى عليك أختي العزيزة. الله يسلمك. ممكن نشارك بالمسابقة؟ اي تأمرين.
اوكي. ما يؤمر عليك. ام حسين عندك 30 ثانية. 30 أوكي. ثانية، اريد خمس اكلات بحرف السين. سمك. اوكي، واحد. ساعدني شوية عافية. انت بعد ذكر شغلات نسويه مثل البورق. سمبوسة. عافية، اثنين. بعد. يلا الوقت راح يخلص. مدى يحضرني؟ ثلاثة شنو؟ ما يحضرني. بعد منا ذكري. اوكي، خلص الوقت يا ام حسين. احنا بدنا نختار حروف لا على التعيين، على مود تبدون انتو تقولونا وهم نستمتع واحنا نلف الكبه او دا نشتغل. اي سكالوب موجود عندنا، شاورما مثلا. اوكي، خلينا. اوكي، ساره شلونك؟ شلون صحتك اختي العزيزه؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك ويخليك. اريد اشارك بالمسابقه. ايه تدللين؟ ايه. اوكي اوكي، انطيني خمس اكلات بحرف الالف. خمس اكلات بحرف الالف؟ ايه. 30 ثانية عندك؟ حرف الالف ما تأثر على الموت ابد؟ يلا يلا يا سارة. والله ما بيصر على بالي. اوكي اوكي، شكرا لاتصالك يا سارة. واحنا بدنا نختار حروف لا على التعيين بالتأكيد. خلينا نرجع ناخذ مقادير الكبة ونسولف بعدين على ويا المسابقة. عندي اتصال؟ عباس شلونك؟ الله يحفظك شيخ، شلون احوالك؟ شو اخبارك قلبي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، رحم الله وجهك. شكو ماكو؟ والله ان شاء الله كل الخير. يا رب بوجودك ان شاء الله كل الخير حبيبي. بوجودكم بوجودكم والله. عمري حبيبي. عمري انت. الله يسلمك. يلا شارك؟ ان شاء الله يلا. يلا، انطيني خمس اكلات بحرف الفاء. الفاء؟ ايه. يلا 30 ثانية ترى عندنا عباس. تبدل الفاء غير أول واحدة. يلا فلافل، روح. ها؟ ورا الفلافل، أعطيتك فلافل، روح. فلافل؟ إي وراها. والله ولاية تحضرني شو سبب. عباسي فسنجون، اثنين روح. إي فسنجون. هاي اثنين، بعد ثلاثة عليك ما أقدر أغششك أكثر. والله. فلافل وفسنجون. إي. الوقت راح يخلص. فراولة. فراولة مو أكلة، فاكهة يا عباس. حبيبي عباسي شكرا لاتصالك. خلص الوقت، يعني عندك هواية حروف طبعا اختاروا لي من الكنترول ويقولوا لي. أوكي، عندي سميرة شلونك؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يخليك أبويا، طول عمرك. الله يسلمك، ممكن أشارك بالمسابقة؟ أكيد أكيد ممكن تشاركين. أوكي. راح ننطيك حرف السين مثل ما طلبنا قبل شويه. يلا عدش 30 ثانيه. حرف السين. اي سبيناخ. حلو. سمبوسه. حلو، اثنين. سمك، ثلاثه. روحي سمك، هاي ثلاثه. سمك. عافيه، روحي بعد. ترى بقت ثلاث ثواني. اثنين.
اوكي شكرا شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك. اوكي نرجع. اوكي ام علي اختار لي حرف يا كنترول. اوكي السلام عليكم. هلا ام علي شلونك؟ شلونك شيخ عصام؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك اختي العزيزه؟ طول عمرك. تمام الحمد لله. الله يرضى عليك. الله يخليك. ها شاركين؟ ممكن اشارك؟ يلا نرجع على حرف فاء. يلا نسهلكم الامور. حرف الفاء؟ اي بدأت 30 ثانية. فلافل. عدد فلافل. فتوش. فتوش سلطة. أكل الريد. فاصولية. اثنين. فتة. فتة ثلاثة. عافية. فنزويلا. شنو هاي الدولة هاي؟ لا هي أكلة أكو في هذا الحرف. احنا نريد أكلات مويلاتنا نريد نعرفهن. مويلاتنا؟ مالاتنا نريد نعرف. فريكة. شنو الفريكة؟ الفريكة هي تتحشى بها. اوكي راح احسب تشا. يلا اربعة بعد ايش واحد بسرعة بقالج ترى عبرتي. ايه خلاص خلاص الوقت. الفول خلاص. هاي اول متسابقة فازت ويانا واسمش راح يدخل بالقرعة بالتأكيد وراح تكونين ويانا يوم الخميس. راح نسوي قرعة بثلاث جوائز ويجوز أكثر من ثلاث جوائز إن شاء الله الكل يفوز. أوكي سجل لي هنا سعدنا أم علي اللي فازت. أوكي يلا يا كنترول حرفك شنو؟ أوكي يلا عندي اتصال. أم علي شلونك؟ السلام عليكم. شلونك اختي؟ شلون صحتك؟ الله يرضى عليك ويخليك. طول عمرك. الله يخليك. شكرا لك. شوف شنو هاي الاحرف عافيه. باي مو هي هاي المز. هاي غير اكلات. ما يخالف احنا نقول هيك؟ لا غير نختار احنا. معمود نخلي اكثر مشاركه تكون. ما يخالف ناخذ الجائزه بدون مشاركه؟ تؤمرين امر بالتاكيد قناه رشيد سباقه نقدم الجوائز لكل متابعيها. الله يرضى عليك. اوكي خلي تشاركين مو؟ يلا حرف الباء. باقلة. واحد. بامية. اثنين. يلا منك تذبحني. ايش دا اسوي انا؟ بوتيتو تشاب. ثلاثة روحي. يلا روحي ثلاثة. بعد اثنين. بعد منك. ما وينك؟ الناس العالم منتظرة. اوكي بعد لك خمس ثواني ست ثواني. اي يعني هي ما قلنا وبكيته وباميه. اي عافيه. هاي ثلاثه وبرغل. هاي اربعه. يلا بعد لك بس واحده. أربعة. يلا بس واحده. هي هو اثنين من عندي ثاني. اوكي خلص الوقت. شكرا لاتصالك. ابراهيم شلونك؟ السلام عليكم شيخ. الف هلا ابراهيم. شلون صحتك؟ شلون شخصك؟ شلون حالك؟ الله يرضى عليك قلبي انت. طول عمرك. الله يخليك يسلمك ان شاء الله. عيني عيني. ممكن اشارك؟ اكيد ابراهيم. كنترول شنو الحرف اللي راح اختاره؟ ممكن تساعدني شويه؟ بيش؟ يلا الحروف شنو الحرف؟ اوكي حرف الدال. دال. اوكي يلا. اي سالف. دجاج. روح. دولمه. اثنين. درياني. لا شاق وياك. اي بشر. دهينة. ثلاثة. يلا ام حلويات راح نقبل لك. اوكي ثلاثة. دجاج قلناها. لا الزغل. ابو خليل. دولمه قلت. دولمة ودجاج. اي ودهين. ودهين او بعد. اي بعد بعد ما ادري. دنتاتي. روح خلاص الوقت. نعتذر منك يا ابراهيم وشكرا لاتصالك. عندك دليمية. عندك هواية اكلات موجودة. اوكي رند شلونك؟ الله يسلمك شيخ. الله يخليك اختي العزيزة. طول عمرك. شيء نشارك في البرنامج؟ اكيد اكيد ان الشرف ان تشاركيني انا اختنا العزيزه. اوكي يا مخرجنا شنو الحرف؟
حرف اوكي حرف الكاف. حرف الكاف ايه بالكاف كبه روحي هاي ايه الكينوا سلطات الكينوا ما سلطات ما عندنا حلويات واكل اوكي هاي مكانك كنتاكي هاي اثنين روحي لا اي اثنين قلت لك كنتاكي كنافه الكنافه كنافه ثلاثه الكشري كشري اربعه بعد واحد بسرعه بعد واحد ايه الكركديه هذا لا هذا الشاي بعد بعد دخلنا بهارات احكي لنا اوكي اربعه وقت انتهى شويه بعد ايش وقت بسرعه شكرا لاتصالك ابويا شرفتينا باتصالك اوكي خلي ناخذ مقادير حشوه الكبه خلي ناخذها المقادير اوكي اوكي عندي اتصال ها اوكي ام زهراء شلونك زهراء العفو السلام عليكم شلونك اختي شلون صحتك الله يرضى عليك زهراء مو نعم نعم اوكي جميل. الله يرضى عليك اختي العزيزه شلونك اخبارك الله يخليك حبيت اشارك بالبرنامج انا مخليك اوكي نتشرف بيك يلا حاضره نعم يا حرف حرف الشين حرف الشين ايه شوربه عدس اوكي واحده شنينه ما يصير لا هاي شاورما اثنين روحي شاورما شعرية شعرية ثلاثة شوربة بعد فدنا عددنا فد خمسة شاورما دجاج شاورما لحم شاورما لا يلا عندك بعد اثنين بقوا شعروق اصبعه لا شعر يا ساعدني من يمك اوكي عاش. الوقت الوقت يلا استعجلي ولا واحدة عاش 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 هاي لازم نسوي اشياء شكرا لاتصالك اختي العزيزه شرفني اتصالك طبعا ونتمنى دائما الكل يفوز ويانا اوكي خلينا نرجع للجوائز ونشوفكم الجوائز اليوم مين عندنا وبرعايه منهم اول شيء راح نبدي بالدومينا اللي عندنا هنا موجودة مقدمة من ياقوت الهدايا الفاخرة دائما اللي يرفدنا بكل الهدايا الحلوة وبكل الشغل الحلو بيج موجود على الفيسبوك ممكن تشوفوه وتروحوا له واي شيء تريدون منه يسويكم حسب الطلب بالتأكيد عندي الرفوف المقدمة من بيت الخشبي هاي موجودة قدامكم شوفوها وشوفوا شغلهم الحلو بيت الخشبي بالتأكيد توصوهم وتوصيل عندهم والبيج موجود كذلك وبالتأكيد انه عندي تأكيد عندي اليوسف للتسوق الإلكتروني اللي مقدم لي أوفن وصانعة قهوة مقدم لي وبالتأكيد مقلاية فوق موجودة عمو ثلاث شغلات بمكان واحد وصغير وانا ملمومة وراح تكون كل استعجبكم بالإضافة لا عندي شنو عندي رأفة ثويني كل الشغلات النسائية اللي مقدم لنا عبايات اثنين اليوم بالتأكيد هالعبايات الحلوة اللي مقدم لنا اياها هو قال لي على موضوع هي معلبة ومفتوحة خلي افتح لكم اياها شوية هنا هاي العبايات اللي موجودة هنا هاي قال لي ليرتين شنو ليرتين انا ما اعرف هاي اكيد تتعرفوها النسوان تأكيد راح تعرفوها
هذا اللي موجود عندنا اليوم بيجهم رأفت الثويني موجود، يعني كل غراضة موجودة. قلنا وين؟ بالكاظمية باب القبلة موجود المحل مالته قرب مرقد الشريف المرتضى. أوكي غفران شلونك؟ الله يخليك. الله يخليك، شخبارك؟ الله يرضى عليك. أوكي غفران جاهز للمسابقة؟ أوكي يلا راح نختار حرف سهل وراح تختار شوفي وقبل شوية جاوبوا عليه أغلبهم. حرف الفاء. فاصوليا. فلافل. فلافل. فتة. فتة ثلاثة. ايه فسنجون. لا شنو فسنجون. اوكي بعد واحد. فتة. فتة قلناها. وقت الوقت. ايه بشري يا غفران. نعم بشرينا. فول. الفول. هاي خمس اكلات وراح تكون هنا بالقرعه وراح توزع الجوائز يوم الخميس بعد ما احنا نجي نسوي قرعه هنا باسماء الفائزين كلهم دي يسجلون كلهم بالكنترول بالتاكيد وراح يفوز ويانا ثلاثه. اوكي اليوم اختارينا شباب سجلها يمكم بالتاكيد انتهينا وسجلناها راح نرجع وياكم باتصال. زينب شلونك؟ الحمد لله. شلونك كيف؟ الله يخليك اختي العزيزه، ايش اخبارك؟ الحمد لله على اكيدك على اجلاس. شكرا لك، انا اللي اشكركم واشكر مشاركتكم الدائمه وياي. ممكن اشارك؟ تأمرين امر. اوكي تأمرين امر. عمود شويه اذا تصير صعبه عليكم راح نسوي حرف الدال. يلا دولمه. دولمه. داطلي. داطلي اثنين. درياني. دولمه داطلي. دارسي. دولمه داطلي. شو يصير يعني؟ ايه يلا. داسين. شنو؟ لا لا. فلفل اسود وبهارات برياني. اسفين خلاص الوقت وشكرا لمشاركتك اختي العزيزه. اوكي شنو؟ اوكي عندي اتصال؟ الو. الو السلام عليكم. سلام شلونك؟ شلونك ابويا شلون صحتك؟ الحمد لله شلونك؟ الله يطول عمرك ويخليك. الله يسلمك. عيني. عيني. شاركين؟ اي عيني. اوكي يلا راح نختار حرف الهاء. ها؟ اي. هريسه. واحد. هريسه. اي. همبرجر. همبرجر. عافيه ليمك. اي. ثلاثة. همبرجر لحم. لا 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 واحدة هو همبرجر. ايه ممكن تساعدنا؟ بعد وانا متي هاي دي اختار شغلة صدقوني دي يختارون شغلات انا ما اعرفها. بسني حرف ما اعرف اي هو. بعد شباب ساعدوها. بعد 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 لا لا تجاوبين على اربعة اما فوزج خاف الحرف صعب. صعب الهاء. اي صح. اوكي اسفين ونعتذر منك خلاص الوقت. طبعا شباب نحاول نختار شويه حروف سهله. شنو رايكم يا حرف نختار؟ اوكي نختار. اي ادري عندي اتصال؟ عبد الرسول من بغداد. السلام عليكم عبد الرسول. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك الله يحفظك الله يرضى عليك ويخليك. اختار لنا حرف الباء. يا حروف حرف الباء. لا يلا حرف الميم. حرف الميم. اي عبود اكبر. مرقه لحم. معكرونه. اي عافيه. مندي. عافيه. اثنين. منعيش. عافيه والله بطل. اي منك لا مو منك
بعد مو ساعدني بروح ابوك انت والله والله دي يختارون كنترول ويقولوا لي وانا اقول راسا معجوقه يلا روح بقت واحده مسكوف مسكوف شنو هو شو صار السمك هو شنو المسكوف مسكوف سمك اي سمك لا بعد واحده بعد ايه مكرونه مكرونه قلناها بلي ايه ما شنو ايه معجوقة قلناها محروق الصبعة هاي خمس يلا فزت محروق الصبعة اوكي هاي تؤمر امر يا عبد الرسول اسمك دخل في القرعة وراح نبدي احنا يوم الخميس نسوي قرعة على كل الفائزين ونبدي ثلاث سحبات عندنا ثلاث فائزين موجودين راح يفوزون يانا بكل اللي راح يخابرونا ويتصلون بينا وبالتأكيد باكر تختلف المسابقة عمود اوصيكم مو تحضرون حروف اوكي عندي اتصال منو اديان شلونك الله يخليك اختي العزيزة شانك انت ممنون طبعا زين جبت لنا هاي المسابقة اليوم كل شيء والله هاي هاي غير قعدنا وصلنا لهالشي نختار ذي أمريني شاركين حرامات قطع الاتصال عندنا شوفوا هنا الكبة ويانا شوفوها هاي الكبة اللي موجودة عندي دائما لا تزيدون النشا النشا لما يزيد راح تتحول أطيب ما بالبوتيتو تشاب هي شنو هي من تصير لينة شوية يعني لما نقصها لينة أكو ناس يزيدون شنو يزيدون النشا فيصير بسببها كأنه هي كبة حلب قوية لا أطيب ما بيها أنه تكون طرية الكبة أو البوتيتو تشاب عباس شلونك عباس ألو شلونك السلام عليكم شلونك حبيبي عليكم السلام ورحمة الله أخبارك شلونك شيخ عفوان الله يرضى عليك تاج راسي رحم الله والديك فدوى أروح لك ها عباس يشارك ها أشارك يلا حرف الكاف ألو عباس وياك حرف الكاف ابدي الكاف اي اوكي قطع الاتصال اوكي ام ورود الو السلام عليكم شلونك شلون صحتك الحمد لله الله يخليك الله يخليك اختي العزيزه يلا نبدي المسابقه عمود نستنخسر لكم الوقت على بركة الله حرف صعب حرف صعب يلا حرف الفاء جابوا عليه هواية الفاء ثلاثة اوكي واحد فول اثنين ستة ثلاثة فتوش لا سلطة هاي لو اكل لو حلويات فاصوليا فاصوليا اي فريكة لا الفريكة هاي تتحشى بيها لا فسنجون عافية هاي خمسة ايش راح اسوي على مود احنا ما يقولون انه لربما انه اكو اتفاق او جماعتهم واصدقائهم اي واحد راح يخابر على حرف على حرف راح نختار بشي يخصه ونقول له السؤال اوكي عندي اتصال ام فراس شلونك انا واول اخويا شلون صحتك عيني انت طول عمرك ابويا الله يبارك فيك ويجهدك وينطيك الصحه والعافيه الله يعطيك العافيه امي انت بدول عمرك عيني احنا هسه راح نختار ام فراس اول حرف من اسم فراس حرف الفاء اختاريناه قبل شويه راح نختار حرف الف يلا بلي. يلا حرف بلاتي. حرف بلاتي. حرف الالف خنجر حرف الالف ام فراس الف الألف الألف لا قلت ليش الفاء قبل شوية اختاريناه هسه راح اختار حرف الألف أم فراس ألف إيه صبينا أوكي ها هو جايبي ألف وجايبي سين أوكي لا لا ما عاد أكله بحرف الألف إيه يلا ساعدوها لأم فراس ألف حرف الألف ساعدوها لخالتنا أم فراس بسرعة ما هو ماكو أكله بحرف الألف اوكي
اوكي خلاص الوقت يا خاله فراس، نعتذر منك. اوكي اوكي اسير شلونك؟ الو السلام عليكم. زينة الحمد لله. الله يخليك اختي العزيزة، شلون صحتك؟ الحمد لله زينة. الله يطول عمرك ويخليك. الله يخليكم، وكل ما اروح للزيران ادعيلكم. يا ربي يتقبل منك ان شاء الله ويتقبل دعائك يا رب العالمين. اها. عندي دوام بثلاثة انا. اها. الله يتقبل منك يا رب العالمين ودائما ودائما تدعي. يا ربي يخليك ويطول بعمرك، شكرا لك. ويا رب بركة دعائكم يوصل لنا ولكل الكادر وخصوصا المخرج. ها عيني؟ زينة ما تسفين. انت شنو اسمك؟ اسيل. 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 يلا حرف حرف الياء نختار له السين، شو تقول الكنترول؟ سين. سين. يلا حرف السين تفضلي. اي؟ اول شيء سبينات. واحد. سمك. اثنين. اسكنجبيل. لا هاي شراب. عافية. اي يلا قلناها. لا مو معزوم. اوكي الوقت راح يخلص ترى. الوقت راح يخلص الوقت، نعتذر منك. اوكي اهلا وسهلا اختي العزيزة، شكرا لاتصالك. سحر شلونك؟ هلا وعين، شلونك؟ شلون صحتك اختي العزيزه؟ الله يسلمك، الله يحفظك، الله يرضى عليك. الشرف الشرف. اوكي ناخذ اول حرف من اسمك، حرف سين. يلا خمس اكلات. اوكي ستيك. ستيك. اوكي بيناخ. اوكي ستيك بيناخ. في مساعده وياي؟ سمك. يلا ثلاثه. سمك. أي. سمك ستيك بيناخ. سمك بيناخ. شوي بعد. اي هاي طير السمك قبل شوي قالوها كلها. سمك والسمك والبيناخ الوقت الوقت خلاص الوقت، نعتذر منك اخت سحر، تحياتنا لك ولاتصالك، لكن احنا دائما يعني انا اساعد بس مو كل مره هوايه نساعد على مود لا حد يظن انه بدنا نعطي الجائزه لشخص محدد او شخص معني من قبلنا. اوكي ابو علي شلونك؟ الو حسين شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ شخبارك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك ويخليك. ممكن اشارك؟ اي مو تؤمر ابو علي. بحرف الحاء. حرف الحاء؟ اي حرف الحاء. اي مسموع بحرف الحاء صعب، مسموح بهارات، مسموح كل شيء لك، سولف ابو علي. حاء شنو لك حرف الحاء؟ اكل. اي اي شيء يساعدني يهمك انت وحده عاده. يلا راح اعطيك انا نوعيتين، حاعطيك بهارات قلت لك، حلبه وحوايج. روح بعد لك ثلاثه. اي ها؟ اكل. حليب. حليب اكل؟ حلاوه. لا انا اريد شغلات محدده يا ابو علي. حمص. ابو علاء الدين حمص. اوكي هم شنك يا بعد. حلويات. لا حلاوه دهينه. لا لا خلص الوقت، نعتذر منك يا ابو علي، تحياتنا لك والكل اهلنا والكل اهلنا في السماوه. اوكي للدال زين، الاكلات هو لازم ضروري. يلا عندي اتصال. اوكي وفاء شلونك؟ هلا عمو شلونك؟ شلون صحتك بابا، شو اخبارك؟ الله يخليك. الله يخليك ويرضى عليك. الله يخليك. اوكي وفاء بحرف نعم. الواو، هاي الحروف اللي احنا اللي ما بيها هوايه اكلات. نعم. حرف الواو انطيني اي شيء يخص الاكل،
اكل او بهارات او حلويات. حرف الواو تعطينا غير حرف حرف يعني حرف الباء. حرف الباء يلا على لسانك. باكه اوكي. باميه اثنين. باقلاء ثلاثه. باقرمه عفي اربعه. باذنجان. انت بطله وفاء عاشت ايدك بابا بالصحه والعافيه ان شاء الله. لا هن خمسه صارن سته عاشت ايدك. اوكي اعطيها اعطيها بالشانج. شلونك اعطيها؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. شلونك كيف؟ الله يخليك ويطول بعمرك اختي العزيزه. الله يسلمك. شكرا لك. ممكن اشارك؟ اكيد اكيد طبعا. هذا اخر اتصال ويانا. ايش نختار يا حرف؟ يا حرف يا مخرجنا ميم. يلا ميم. مرقة دجاج. مرقة باذنجان. مرقة فاصوليا. خلصها خمسة. لا سالفين. يلا هاي مرقة. يلا بعد حرف صعب. زين انطيني اي شيء يخص المطبخ بحرف الميم. يلا ما صعبها عليك. اي شيء يخص المطبخ يعني؟ اي شيء بهارات مندي. ادوات مندي. هذا مندي. هاي اكله. يلا عاشت ايدك. مايز. مجدرة عافيه. ايه معمول عافيه. ملوخيه خمسه. بطله عاشت ايدك. عاشت ايدك وبالصحه والعافيه ان شاء الله دخولك للسحبه. اوكي نوقف المسابقه بعد ونوقف لف الكبه ثواني. خليني عندي بعد دقيقتين مو حلو. اوكي 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 بالتاكيد اعلان الفائزين راح يكون هو بالبرنامج والسحبه بالبرنامج واعلان الفائزين راح يكون على البيج الخاص بيه بالتاكيد شيف عرفان راموس بالانجليزي. تواصلون وياي الفائزين وبالتاكيد توصلون لهنا قناه الرشيد تاخذون الهدايا. هاي واحدة اثنين ما ننسى شكرنا وامتناننا لا ياقوتة الهدايا الفاخرة اللي قدمونا الهدية الدومنة اللي بالاسم راح تكون وهي ترى من أغلى الجوائز اللي موجودة عندنا. رأفة ثويني تجهيزات نسائية إنه كل ما يخص الأشياء النسائية موجودة. قدم لنا عبايات اثنين أو هو هواية تجدي عبايات بس احنا راح نقسمهم على أسابيع. موجود محله بالكاظمية من باب القبلة قرب مرقد الشريف المرتضى. ما ننسى اللوحة اللي الرفوف اللي قدمت من البيت الخشبي هالشغل الحلو كلش عاشت ايدكم. هم دزونا رفوف انه هم راح نقسمهم على ايامنا الجاية وبالتأكيد ما ننسى ليوسف للتسوق الالكتروني اللي دزلنا هالأوفن وهالصانعة قهوة ودزلنا وياها هم القلاية اللي فوق يعني ثلاثة في واحد وعاشت ايدك وشكرا لك على الهدايا. خلينا نغسل التختة بما انه كبة لازم. اليوم ست فائزين صاروا عندنا راح يدخلون بالقرعة على يوم الخميس راح نجمعهم ونسوي قرعة يوم الخميس ويكون بيها الفائزين. اوكي ثواني خلي احضر بما انه كبه احضر لها شويه طماطه شويه خيار. انا احب البوتيتا تشاب دائما لما يصير بي عليها مي الطماطه تصير كلش طيبه ان شاء الله. باكر مسابقه مختلفه وفكره مختلفه عن الفكره اللي سويناها اليوم. اوكي اي دقيقه ثواني. اوكي خلينا احضر النومي حامض. لا من النومي حامض وبوتيتا تشاب يخبلون. نخليها خليها اجيب لي جاي تأمر امر. هاي الطماطه دائما سويها دائما هنا
وياها. خلي بعد طماطة، احنا اليوم سويناها شغل بيت يعني، سويناها بهالشكل هذا. والوقت داهمني، انا كله على مود اتصالاتكم بالتأكيد، انه على مود الحق عليها. هذا الخيار هم موجود هنا، خيار منا هيكون عندنا. وعندنا اهم شيء، اهم شيء يكون دائما ويا الكبه الخضره وعصره الحامض اللي عندنا. بالصحه والعافيه عليكم. اهم شيء عندنا قلنا نرتب الشكل مالتها كلف، مو يعني كتزيين وهيك. انت شفتم الزين، نطلع طبق كلش حلو. تحياتنا لكم والكرم متابعتكم، تحياتنا لكل الكادر اللي موجود ويانا، شكري وامتناني لكل من تابع البرنامج. انتظروني غدا بحلقه جديده وشغل جديد في مال الله.